بتعرفوا في عنا بالأصل الجمهوري دعا للقاء له عدة عناوين. نحن من هون بعد ما تشفينا وقعدنا مع أهلنا بعكار نتمنى على دولة رئيس الشيخ سعد ما يشارك متى هربا، خلي هني يقوموا بالحمل وإن شاء الله ينجحوا لحتى نأدي لهم التحية، ولكن الحضور إذا ما إلو ثمرة مفيدة واضحة لشو الحضور، وخاصة نحن الحمد لله منقول بتكاتفنا بوحدتنا نقدر نأسس لحالة نعمل خطة انمائية مالية اقتصادية نقدر نزرع شيء يشيل بالوطن، لأنه أكبر دليل النجاح هذا العمل هو بوحدتنا نحن وبجامعتنا. هنالك إقصاء لمكون أساسي في لبنان، هنالك حكومة إقصائية، حكومة فاشلة، حكومة تعمل على أفقار الناس يوما بعد يوم، وهنالك إصرار على السير بلبنان نحو الهاوية. لذلك وحدتنا، تعاوننا، ومناطقنا المحرومة سواء في عكار أو طرابلس أو الشمال أو الأطراف، كلها مناطق تحتاج إلى الالتزام بالدستور وإلى بند في الدستور هو بند العدالة والإنماء المتوازن المفقود في لبنان. عيوننا جميعا ونحن نعلم، نحن مجتمع بشري قد يعرض لنا ما يعرض لسائر الناس، ولكن أخوتنا ستتغلب على كل خلاف. أخوتنا، وحدتنا، كرامتنا، عزتنا بإذن الله بهذا اللقاء. وأنا أعرف أن من أهل هذه البلدة الطيبة ومن هؤلاء الإخوة الأعزاء من له في قلبكم مودة غامرة وعاطرة، وكذلك أنتم في قلوبهم. بشكر الجميع، يعني ما بدي أنسى حدا، الحاج وليد والحاج خالد وآل خلف وأخواننا بيت حمود وبيت الزعبي بحلبة، لأن كلنا أخوي بالنهاية، ورجعت الأمور لحالة ونحن ويكن واحد، يعني حلبة وببنين منكمل بعضنا، ونحن بعكار، عكار يعني عائلة وحدة. شكرا للجميع اللي بذلوا جهد لأتمام الصلحة ولهالعقد القعدة الحلوة بهالوجوه النيرة الموجودة بيننا.